خلينا بعد ما اتكلمنا على الموضوع دوت قبل برضو ما نخش بالفنيات، نروح لزميلنا مراسل قناة الأهلي من فندق الإقامة فاروق صلاح عشان نعرف منه آخر الكواليس قبل مغادرة البعثة أو قبل مغادرة الفرقة لملعب المباراة. اتفضل يا فاروق. كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، برحب بيك يا كابتن ايمن وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق الاهلي لمواجهه فريق الترجي التونسي في مباراه الاياب للدور النصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. عايز اتكلم في امور كتير جدا خاصه بهذه المباراه، لكن خليني اكد في البدايه كابتن ايمن على صعوبه هذه المواجهه، مواجهه صعبه جدا، ومستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق للنادي الاهلي يعي تماما اهميه هذه المباراه ويعي مدى صعوبه هذه المباراه، وعقد اكثر من اجتماع مع اللاعبين طالب اللاعبين عدم الاستهانه وعدم النظر لنتيجه المباراه الاولى والفوز بثلاثه اهداف. انا مش حابب يا كابتن ايمن كمان ان انا اذكر يعني نتيجه المباراه الاولى والفوز الاهلي بثلاثه اهداف. مستر مارسيل كولر اللاعبين الجميع خلاص بينسى المباراه الاولى، انت يعني نهيت الشوط الاول بشكل كويس جدا وفوز بثلاثه اهداف خارج ملعبك، لكن النهارده مستر مارسيل كولر في كلامه في حديثه مع اللاعبين اكد على اهميه هذه المباراه، فريق الترجي التونسي فريق قادم الى القاهره ما عندوش حاجه يبكي عليها، وبالتالي حذر اللاعبين من خطوره اول 10 دقائق في المباراه وعدم التقبل هدف صعب من المباراه على النادي الاهلي. قال للاعبين المباراه ما انتهتش، لسه عندنا شوط تاني، فريق الترجي فريق كبير ممكن يرجع في اي وقت للقاء. كل التفاصيل اللي اتكلم فيها في المحاضره مع الفنيه مع اللاعبين قبل هذه يعني قبل التدريبات على مدار الايام الماضيه اكد على هذه الامور، مش عايز يبقى فيه سهوله او ان الامور بالنسبه للاعبين خلاص يبقى ان احنا حسمنا الصعود من المباراه الاولى، عارف ان المباراه صعبه جدا وده اللي اكد عليه في كلامه مع اللاعبين، واحنا شايفين وجوه اللاعبين خلاص هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، طبعا اللعيبه خلاص نسيت المباراه الاولى، مش دي وجوه اللاعبين اللي كانت يعني اللي فازت على الترجي منذ ايام في ملعب رادس بثلاثه اهداف، اللعيبه خلاص نسيت هذه الامور ونسيت هذه المباراه بتركز في هذه المباراه. على مدار الايام الماضيه طبعا كان عقب العوده من تونس فريق النادي الاهلي كان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين الراحه لمده 48 ساعه ثم استأنف تدريباته على ملعب مختار لتيتش بعض الامور الفنيه والخططيه اللي ركز عليها في التدريبات وطالب اللعيبه بتنفيذ بعض الجمل خاصه في الكرات الثابته اللي بيعول عليها الكثير من الامور الخاصه بهذه المباراه. عايز اقول لك من الامور المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر علشان برضو يبقى واصل للاعبين هذا الامر وان المباراه لم تنتهي، اختتم تدريباته بالامس بفقره التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للوصول الى ركلات الترجيح، وده من الامور اللي مستر مارسيل كولر يعني اكد على اللاعبين ان المباراه بتفترض سيناريوهات كتير وان يعني امامنا تجارب كتير جدا سواء مع مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان مع برشلونه، فرصه العوده مره اخرى للمباريات خاصه في المباراه لما تكون فايز بنتيجه كبيره خارج ملعبك، اكد على هذه السيناريوهات وقال ان كره القدم دائما بتحمل الكثير من السيناريوهات، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يكونوا قادرين ان شاء الله على حسم الصعود ان شاء الله الى المباراه النهائيه. الحماس اللي احنا لامسينه في اللاعبين في وجوه اللاعبين خلاص اللعيبه مركزه في هذه المباراه. طبعا انت عارف يا كابتن ايمن ان محمد الشناوي كابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي بيغيب عن هذه المباراه، لكن كلنا ثقه طبعا فيه علي لطفي. عايز اقول لك ايضا ان مش هيبقى في تغييرات كتير جدا، يعني بعض الامور او بعض الاقاويل اللي كانت قالت ان مستر مارسيل كولر هيريح بعد بعض اللاعبين ويعمل تغييرات او تبديلات في تشكيل الفريق. خليني اقول لك ان هيبقى في التغيير او التبديل هيبقى في اضيق الحدود ممكن في مركز او مركزين، ولكن مستر مارسيل كولر بيحتفظ بالقوام الاساسي للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه صعبه جدا لكن التاكيدات المهمه جدا اللي احنا لمسناها من اللاعبين لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون قادره ان شاء الله على تحقيق الفوز في هذه المباراه. مستر مارسيل كولر طبعا قبل يعني قبل ما نتحرك لملعب المباراه استاد القاهره اللي هيستضيف احداث اللقاء عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين طبعا بيدي التعليمات الاخيره للفريق في هذه المباراه. عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا ودايما ان احنا بنرحب بنادي الترجي التونسي هنا كابتن ايمن، نادي الترجي التونسي اسم كبير جدا في القاره الافريقيه واللي يعني اللي انت عارف دور الاشقاء ما بين النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي. كان توجه وفد من النادي الاهلي النهارده ممثل في المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي والاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للترحيب بفريق الترجي التونسي والاعتذار عن يعني بعض المضايقات اللي تعرضت ليها بعثه فريق الترجي التونسي
حافله فريق الترجي التونسي لما توجه بالامس الى اداء تدريبه على ملعب استاد القاهره. كان هناك بعض المضايقات من بعض الجماهير الغير منتميه طبعا للنادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي ارتأى ان هو ياكد على عمق العلاقه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي، وتوجه لهم طبعا بالاعتذار عن هذه المضايقات. اتمنى مباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ما بين الفريقين، وده دايما احنا متعودين عليه سواء من جماهير النادي الاهلي مع الترجي او من جماهير الترجي مع النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. ان شاء الله لاعبين النادي الاهلي قادرين النهارده على تحقيق الانتصار وحسم ان شاء الله الصعود الى المباراه النهائيه. طبعا دي كانت كل الكواليس وكل الاخبار الخاصه باستعدادات فريق النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح.